صباح الخير على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، معاكم غنية عادل في أولى حلقتنا ببرنامجنا الجديد حلمنا الآتي. ومعانا النهاردة حلقتنا عن تأخر الكلام عند الأطفال، هيكون معانا الدكتور محمود بقوش، دكتوراه في علوم الإعاقة جامعة الزقازيق ومسؤول عن مركز حكاوي بمركز بالزقازيق. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا بالمشاهدين. كنا عايزين في الأول قبل ما نتكلم عن تأخر الكلام، كنا عايزين نعرف هل فعلا السوشيال ميديا والتكنولوجيا بتأثر على الأطفال بالشكل اللي احنا بنسمع عنه دلوقتي؟ والله بشكل أساسي التكنولوجيا حاليا هي آفة العصر، فدخلت كل بيوت الناس ووسيلة تواصل لكل المجتمع، لا مانع ان هي اصلا تكون مع الاطفال بس يكون ليها تقنيه معينه ووقت معين ان انا استخدمها فيه. احنا بنسمع ان معظم المشاكل عند الاطفال دلوقتي هي سببها الموبايل والتابلت والشاشات بشكل عام. اكيد والله. هل فعلا ده بيأثر بالدرجه اللي بيتقال عليها؟ هي لازمه عند الاطفال، فاللازمات دي بتكون لها مشاكل ولها صدى كبير. ان انا اتعامل مع الاطفال في الوقت ده ان انا اسحب منه المعزز ده او اسحب منه الوسيله من وسائل التكنولوجيا عامه، فلازم يكون لها ضوابط ولها معايير معينه ان انا ابدا اتحكم فيها بوقت معين ونسب معينه، وابدا ان انا في عمر زمن معين ابدا اعرض الاطفال لوسائل التكنولوجيا، مش من وقت ما ابني يبدا يتعامل مع بحاسه اللمس او يتعامل بالاجهزه السمارت والحاجات دي. اكتر هو يعني سنه قد ايه، هل يسمح لي ان هو يمسك الحاجات دي او لا، يقعد وقت قد ايه، كل الحاجات دي اكيد والله ده بيكون مقنن طبعا. لا لازم يكون مقنن، وسائل التكنولوجيا لازم تكون مقننه وتعرض للاطفال بوقت مقنن. طب اقول ان ابني ده يعني عنده مشكله في الكلام او محتاج ان هو يروح مركز او محتاج؟ والله لازم في الاول ان انا ابدا مع ابني ان انا الاحظ ابني في من وقت المناغه من عمر 6 شهور لحد من بدايه المناغه، من اول ما يتولد. من اول ما يتولد ده في لغه البكاء بتاعه الاطفال. بس من عمر 6 شهور لحد عمر تكوين الكلمه نفسه ببدا ان انا الاحظ بقى الطفل بيبدا يناغي، يقول اغ دد انا بابا، تمام، بيصدر يعني بابا وماما هنا كلمات واصوات في كل حاجه بدايه ولاده. ده الاساس، الاب والام هم الاساس، الاب والام هم اللبنه الاساسيه في بناء طفل. تمام، ما يكون في تقصير او في عدم معرفه كافيه او وعي كافي ان انا اتعامل مع ابني، فده بي 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 بيكون اثر كبير ان انا ما اعرفش اتعامل مع ابني في الوقت الحالي. الوقت اللي يملأه كل وسائل التكنولوجيا الحديثه. هو المشكله يا دكتور ان فعلا بنلاقي ان ممكن بابا وماما ما يعرفوش ان احنا نبدا نركز معاه من اول ما بيناغي او من اول ما يبدا يصدر اصوات. بيكون في تدخل مبكر، لازم يكون في تدخل مبكر. بمعنى ايه تدخل مبكر؟ تدخل مبكر ان انا ببدا الاحظ ابني من العمر اصدار الاصوات واصدار الكلمه، ثم عمر 2 كلمتين، 3 سنين 3 كلمات. في الوقت ده انا بيكون في الارم عندي بيظهر ان انا اتعامل ازاي مع ابني. ابني في الوقت ده ما قالش كلمه، ما قالش ولا كلمه، ف يعني عمر سنه الطفل حتى ما نغاش، لحد عمر سنه ما نغاش، فاصبح ده الارم بيقول لي ان ابني عنده تاخر. بس على يعني على حسب العمر الزمني ابدا اتعامل، فبالتالي التدخل المبكر ده شيء اساسي ان انا اتعامل مع ابني في الوقت ده. يعني في كتير من اولياء الامور دلوقتي اكيد بيشوفونا وعايزين يعرفوا من عمر كام يبداوا ان هم يجروا ويقولوا احنا لا اننا لازم نخلي بالنا منه. حضرتك بتقول ان من مرحله المناغاه ممكن نقول ان في مشكله والتواصل والكلام ده كله، بس هم بيسالوا دلوقتي اكيد نفس السؤال اللي هو امتى اروح بابني اقول انه لازم وقت ما الاحظ ابني لا يصدر اصوات، لا يناغي، تمام، فلازم لازم اتابع حاليا واعمل تدخل مبكر واكون مع دكتور تخاطب. هل ممكن اشتغل انا معي مثلا واحاول بما اني لسه في البدايه او كده، ولا لازم اول ما بلاقي ان في والله انا بلاحظ الاب والام ما هو الا ملاحظ.
تمام. وبالتالي لما بيبدا يتدخل بيذهب لدكتور التخاطب. دكتور التخاطب بيبدا يفحص كل القنوات الحسيه عند الطفل، سمع، بصر، لسان، اسنان. ده من سن قد ايه؟ انا ممكن ابدا من سن سنه، ممكن ابدا من لحد عمر 3 سنين، عمر اكتمال اللغه. فالوقت ده لازم ان انا اتدخل، لازم يكون في تدخل، لان ده يعني تاخر اللغه لما لما استنى عليه كتير بيكون ليه اثار ثانيه كبيره. تمام. فلازم الطفل ما يكونش اعتمادي ولا يكون اتكالي، وحتى ابني ابدا اتعامل معاه، ابدا اتكلم مع ابني. انا يعني في المفروض اصلا انا اتكلم مع ابني، والام تتكلم مع الطفل هو في البطن، فبطن مامته يبدا يتكلم مع يتكلم مع ابنه، مع ابنها، او يتكلم مع الطفل، او يتكلم مع الجنين. ده شيء اساسي. طفل بيفهم اللغه، طفل بينصت، ده شيء يعني كطبيعه اكيد يبدا يكتسب اللغه من هو في بطن مامته، من كلامها معاه. طفل بيستمع، طفل بينتبه، طفل بيبدا اول ما بينشا الطفل ويبدا يتعامل. تمام. قلنا في الاول خالص في حاجه اسمها لغه البكاء. لحد عمر 6 شهور ده لغه البكاء، الطفل لا يعبر الا بالبكاء. نقول ان في مشكله بعديها اللي هو المناغاه، وبعديها اللي هو تكوين الكلمه اللي هو بابا وماما ودادا ونانا. فدي علامات ان ابني يعني نمو لغوي سليم. جميله قوي المعلومات دي، عايزين بابا وماما يركزوا معانا كويس قوي. يعني ده اساسي، المفروض انا اعرف ابني بيبدا يتكلم امتى، بيبدا يناغي امتى، بيبدا ان هو يعني يكون جمله امتى. تمام. بيبدا ان هو يجري حوار امتى. فكل اللي فات ده لحد عمر 3 سنين يعني، وما حصلش اي شيء من ده، ده الارم ليا ان انا يعني اتعامل. هو كده في مشكله. وابدا ان انا اخد ابني واروح على دكتور تخاطب. بس هنا انا مش انا رايحه اطمن بس، مش اكتر. هو كاطمئنان وكتدخل مبكر، ان انا بطمن اطمئنان كامل، وابدا اتعامل تعامل سليم وتعامل صحيح من البدايه. من كلامك ده عايزين نقول لكل بابا ماما في البيت، وخاصة تيتا والناس الكبار في السن، دايما بيقولوا ايه؟ سيبه، ما انت كنت كده وانت صغير، سيبه ما كده كده هيتكلم لما يكبر. تحب تقول ايه للناس اللي بتقول كده؟ والله هو زمان كان حاجة والدنيا حاجة تانية خالص دلوقتي. يعني وسائل التكنولوجيا لما غزت كل البيوت دلوقتي أصبح ليها اثر كبير على الكبير والصغير. كنت قلت لي ان الماجستير بتاعك اصلا عن التكنولوجيا وتاثيرها على الاطفال. هو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. تمام. كبرنامج قائم على اللغه التعبيريه للاطفال ذوي الاعاقه العقليه. ده اسم المصدر بتاعك. برنامج حاسوبي تفاعلي في تنميه مهارات اللغه التعبيريه عند اطفال الاعاقه العقليه القابلين للتعلم. تمام. ففئه معينه دول اعاقه عقليه قبل التعلم. ده احنا خدنا فئه من فئات ذوي الاحتياجات الخاصه. لكن كنورمال برضو بيكون في تاخر. يعني الموبايل ده بيمنع حاجات كتير جدا. اي سمارت فون، اي وسيله تواصل، اي وسائل تكنولوجيه حديثه يستخدمها التقنيه، الطفل بيلجا ليها، تكون عامل جذب ليه كبير جدا. فبتمنعه عن المجتمع اللي حواليه، ما بيعرفش يتعامل، ما بعرفش يحتك بالمجتمع، ما بعرفش اتعامل مع الاسره نفسها، مفيش بالانس ما بينه وبين الاسره. طيب دلوقتي احنا عرفنا ان ابننا عنده تاخر او عنده مشكله، ووديناه وعملنا تدخل مبكر وكل الكلام اللي حضرتك بتقول عليه ده، واكتشفنا ان فعلا في مشكله ووديناه مكان، ازاي بابا وماما دلوقتي اللي بيسمعونا وبيشوفونا ازاي يعرفوا ان المكان اللي هم موجودين فيه ده بيشتغل كويس مع ابنهم، او المكان ده ماشي صح فعلا؟ انا ما بعد ما بتعامل مع ابني في البدايه خالص. تمام. واستشاري التخاطب او دكتور التخاطب بيحول ابني، بيبدا يعمل له بقى احالات، لو محتاج مخ واعصاب، محتاج انف واذن، محتاج اي حاجه من دي، بيبدا يكون ده اللي هو الهيستوري ديزيز بتاع الطفل. تمام. تاريخ المرض بتاع الطفل. ببدا اتعامل معاه. الاستشاري التخاطب بيبدا يحوله على مركز تخاطب. وبعد ما رحنا المركز بقى المركز ده ببدا اتعامل معاه ازاي؟ اعرف ابني ازاي شغال في المركز كويس، او اعرف ابني ازاي ماشي على منهج كويس. لان احنا يا دكتور يعني معذره للمقاطعه، ان احنا احيانا ولي الامر بيكون ما عندوش خبره خالص، يعني ما عندوش اي ثقافه في المجال، او ما عندوش اي ثقافه في التعامل مع ابنه. فعايزين نقول له انت ازاي تقدر تعرف ان المكان ده، يعني عايزين بوينت كده تبقى واضحه لما يلاقيها يعرف ان المكان ماشي كويس وان هو فعلا بيطمن على ابنه. والله في كراسه متابعه
ده بيسجل فيها ويدون فيها مع الطفل. كل جلسه الطفل بياخدها في المكان ده وفيها ملاحظات. فبناء على الجلسه دي الاخصائي اللي شغال مع الطفل بيبدا يملي على الاب او الام اللي شغال مع الطفل، يبدا ان هو يطبق كل ما كان في الجلسه متابعة ده في البيت. اه متابعه اساسيه تمام. ويعتبر المركز مش حضانه، المركز ما هو الا مكان بيظهر الخطوط العريضه تمام، وابدا اتعامل معاها. جميله قوي جمله المركز مش حضانه. المركز مش حضانه طبعا طبعا، لا المركز فعلاً. ما هو الا مسؤوليه ان هو يبدا يتعامل مع الطفل وفق معايير معينه، برامج مخصص اكتر. اه في برامج في خطط شغال بيها. بنسمع ان في مراكز بتشغل يعني بتدي جلسات كله مع بعضه كانها حضانه فعلا يعني. لا الحضانه لا غنى عنها، الحضانه لا غنى عنها. الحضانه بتعمل تخلي عن الطفل عنده يعني تفاعل اجتماعي، بتخلي الطفل يتعامل، بتكون الطفل حصيله لغويه كويسه. مش بقول ان الحضانه طبعا مطلوبه حتى كجانب اكاديمي، بس فكره تمام. ان في ناس بيروحوا مراكز بيبقى في زي علاج جماعي مع الاطفال، جلسات جماعيه مع رغم اختلاف كل حاله. والله جلسات إيه؟ جماعيه برضو في المركز بيقوم بجلسات جماعيه غير الجلسات الفرديه. الجلسات الجماعيه الاطفال متقاربين لبعض تمام، من ناحيه الـ المعلومات والحصائل الحصيله اللغويه اللي توصلوا لها او المهارات اللي وصلوا لها. الطفل بي 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 بيتشجع بطفل تاني يعني، ده حافز ليه علاقات اجتماعيه مع طبعاً الاطفال طبعا بعض. وغير كده بيكون اصلا في منافسه ما بين الطفل والطفل حتى لو ذو احتياجات خاصه يعني. ذو احتياجات خاصه مش هقول ابني ده متاخر في كل حاجه، لا طالما في عقل الطفل بيستخدم العقل. تقصد ان احنا نستخدم ده ولكن لا غنى عن الجلسات الخاصه مع كل طفل لوحده. ده اساسي في فروق فرديه ما بين كل طفل وطفل. تمام. الفروق الفرديه دي بتحطني ان انا اعمل للطفل برامج معينه، كل طفل بعمله بيكون في فروق فرديه واعمل خطه. الخطه دي بيشملها نقاط القوه ونقاط الضعف والمهارات اللي عند الطفل، الحصيله اللي عند الطفل. ببدا ان انا استخدم كل ده واحطه في برنامج وابدا اتعامل معاه وفقا للمعايير اللي انا شغال عليها تمام، واعمل خطه سنويه تمام، وابدا اراقب الخطه دي واتابع الخطه دي كخطه ربع سنويه واقيم تمام، وابدا ان انا في الوقت ده اتعامل. تقييم مثلا بيكون بعد كل قد ايه؟ كل 3 شهور تمام. وغير كده كمان في الوقت ما بين التقييم والتقييم ممكن احتاج اصلا في بدايه خالص اعمل اي كيو للطفل، اختبار ذكاء تمام. واختبار الذكاء بيبدا يديلي نقاط تانية ويقول لي الطفل ده عنده نقاط قوه في كذا ونقاط ضعف في كذا تمام. وغير كده كمان في اختبارات تانية بتديلي عمر مكافئ للطفل وعمر زمني للطفل، توافق العمر الزمني والعمر المكافئ والعمر العقلي والعمر التطوري. كل ده ببدا استخدمه من برامج، بعمل برامج مش من فراغ يعني. ومن خلالها بيبقى فيه متابعه يعني، اكيد متابعه تقييم بعد كل فتره. متابعه اساسيه في المركز، منها متابعه في البيت، والبيت هو الاساس، البيت هو اللي بيديني النجاح. انا بطلع الخطوط العريضه والنقاط العريضه مع كل طفل وطلع نقاط القوه والضعف اللي عنده وابدا اشتغل عليها تمام. بناء عليه ببدا ان انا املي على الاب والام ان هم يتعامل مع ابني او يتعامل مع ابنك في النقاط كذا وكذا جلسه بجلسه. فبالتالي بحصد النتائج ويكون عندي استجابات. تقصد تقول ان ولي الامر هنا يقدر يعرف ان ابنه اتحسن او كده او شغال في مكان كويس من خلال المتابعه اللي بتتم والبرامج اللي حضرتك بتتكلم عنها والتقييم اللي بيتم زي ما حضرتك قلت بعد 3 شهور ان هو يلاقي استجابه منه. ده اكيد اكيد. انا بناء على الخطه اللي موضوعه للطفل تمام، والبرامج اللي اشتغلنا مع الطفل وقدره وكفاءه الاخصائي اللي شغال. الاخصائي مبدع، الاخصائي يعني في حاجه في الجلسه في وسط الجلسه او اثناء الجلسه اسمها الملاحظه. طب في سؤال كده اكيد برضو يعني عايزه اقول لك ان الله يكون في عون اولياء الامور، يعني بيبقى في اسئله كتير جدا بيسالوها كنوع من خوفهم على ابنهم. في سؤال اللي هو ابننا هيتحسن بعد قد ايه؟ يعني ابننا هيتحسن بعد قد ايه؟ ده يعني سؤال بيكرر النقطه كتير دي قوي. النقطه دي نقطه حساسه شويه يعني، ان انا اقول ابني هيتحسن بعد ايه، بعد قد ايه، او في كام شهر ولا لا. ده الاخصائي مش ساحر.
الاخصائي مش ماجيك يعني، مش هو بدي له ابني النهارده بكره يتكلم، بكره هيكون عنده مهارات، بكره هيكون عنده انتباه وتركيز. لا، في معايير احنا ماشيين عليها، في ضوابط احنا ماشيين عليها، في ملاحظات الاخصائي شغال عليها. على حسب كفاءه الاخصائي اللي شغال وملاحظاته وبرامج البرنامج اللي شغال عليه والخطه اللي شغال عليها وتنفيذ الاسره. بس الاسره هي اللبنه الاساسيه، كل طفل غير التاني. في فروق فرديه طبعا، ما هي الفروق الفرديه احنا اتكلمنا فيها في الاول، لان الفروق الفرديه دي بتفصل كل طفل عن طفل حتى لو توأم. يعني لو توأم في ده جين وراثي، لكن القدره العقليه، القدره العقليه، العمر العقلي بتاع الطفل، العمر التطوري بتاع الطفل، ده دي نقاط اصلا بتفرق عن الطفل والطفل، عن لو توأم او حتى في نفس العمر الزمني. تقصد ما نقدرش نقول كل هيتحسن بعد قد ايه، لان كل طفل غير التاني وحسب استجابته. طبعا على حسب استجابات الطفل وعلى حسب تنفيذ ما تم اثناء الجلسات. استجابته يعني. طبعا. طيب طبعا. هل فعلا الاخوات بيبقى في فرق بينهم؟ يعني ما نقدرش، يعني بابا وماما ما يقدروش يقولوا ان ده اصل اخوه كان بيعمل كذا، اصل اخته لما كانت في السن ده كانت بتمشي، دي كانت بتجري، لكن هو لسه ما مش عارف يقف، فدايما بيقارنوا ما بين الاخوات، الجده كمان بتقارن او القرايب. والله المقارنات كأمر ده سائد في كل الاسر. انا يعتبر كعرف في كل الاسر. تحب تقول ايه للبيوت في النقطه دي؟ ما انا بقول للاب والام راعي الفروق الفرديه ما بين الاخ واخوه، ما بين العمر الزمني، العمر الزمني للطفل، وما بين وقدره الطفل على استيعاب المعلومات. يعني الطفل ان هو يستوعب كميه معلومات متصله او منفصله، ببدا اتعامل مع كفاءه الطفل. طب هل معناه لو ابننا اتاخر شويه عن اخوه او عن زميله او حتى ابن عمه زي ما بيقولوا، هل معناه ان هو يعني اقل منه؟ لا مش اقل، هو على حسب التعامل مع الطفل. يعني حسب كمان اكيد استجابته، يعني ممكن تبقى هو بطيء شويه بس هو كويس. في استجابات، في استجابات ليها وقت معين وبترجع للطبيعه، للشكل الطبيعي خالص. في استجابات بتحتاج الممارسة. بالممارسة الدنيا بتبقى أحسن. بعدين بس الممارسة الإيه؟ الممارسة الممارسة الإيجابية، الممارسة الفعالة. مش بالأمر، مش بالضرب، مش بالنهر، مش بالأوامر الإجبارية على الطفل. ده في نقطة برضو يعني عايز أتكلم فيها، هي حتة الإفراط الزايد في الدلع بالبلدي. يعني والقسوة الزايدة. لا يكون كده ولا يكون كده، خير الامور وسط، يكون في وسط. اتعامل يكون في وسط شويه، ادي اوامر بس يكون وراها معزز معين. عايزك تقول كلمه لبيوت العيله اللي بيدلعوا فعلا الاطفال حبا فيهم قوي، تقول ايه لتيتا وجده في ما انت ما تحبش دي. ابنك قوي وتاذيه، احنا بنلاقي ولا تقص على ابنك قوي وتاذيه. يعني الدلع الزياده او توفير كل حاجه ده بيضيع الطفل اصلا. يعني ده شيء اساسي، الطفل ما يلاقي كل اموره مستجابه. ابني هيطلع اتكالي، صح، مش هيكون عنده الاستجابه الكامله، هيكون معتمد ان حد يعني يديله حاجه او يساعده في حاجه. تمام. تاديله المهمه بتاعته. بس هما ممكن يقولوا اصل هو لسه صغير، ممكن يقولوا كده. مش بصغر الطفل. مش بصغر الطفل. الطفل شخصيه تكون. الطفل ربنا وهب للانسان العقل. فالعقل مفكر، والعقل بياخد كمية معلومات ويترجمها ويبرمجها أحسن من أي جهاز إلكتروني. بس يتعامل أن أنا أحط المعلومات الصحيحة في دماغ الطفل. تمام. ليست بالقسوة ولا بالدلع الزايد، بس أن أنا أبدأ أتعامل مع ابني واتناقش مع ابني حتى من هو في الصغر، من هو صغير لسه بيحبي، لسه عشان دي تكوين شخصيه بتتكون اصلا طبعًا من البدايه، فبيأثر عليه فيما بعد. النقطه دي اصلا يعني تكوين شخصيه الطفل. ممكن من عمر سنه ببدا اكون شخصيه الطفل. اعامل الطفل بقدرات، مش بقدرات اعلى من قدراته، بالعكس. انا من معاملتي مع ابني اتكلم معاه، ابدا اتحاور معاه، اجري حوار معاه، ابني بيبدا يديلي رد فعل. رد الفعل بتاع ابني هو اللي بيدي لي النقاط الاعلى. يعني التعامل مع الطفل في بالانس ما بينه وبين الطفل، بيكون في استجابات تخليني اخش لحاجات اعلى
وبنتعامل. حاليا في اطفال سابقه سنها، وعشان كده حضرتك قلت في الاول ان احنا لازم بابا وماما بيلاحظوا طول الوقت، في ملاحظه طول الوقت بيتابعوا وبيبداوا عشان من خلال ده يقدروا يعرفوا كل التفاصيل اللي بتتكلم. لا غنى عن الملاحظه. لا غنى عن الملاحظه. في البيت، في المركز، في سلوكيات بتطلع عن الطفل لا اراديه واراديه. بس الطفل ان هو يصدر سلوك لا ارادي ده بناء على ما اكتسبه من البيت. ببدا اوجه بقى من البيت ومن محيط المجتمع اللي هو عايش فيه. هي في مشكله ان احنا بنلاقي ممكن الكبار بيعملوا سلوك معين وبيمنعوا يعني الاطفال الصغيرين، ما ينفعش تعمل كذا، ما ينفعش تقول اللفظ ده. طب ما انت بابا وماما ده انطباع مكتسب. تحب تقول ايه لدول؟ والله الانطباعات صح، نصيحه لان ده بنسمعه كتير حوالينا، يعني نلاقي جد وتيتا وبابا وماما بيقولوا حاجات معينه ويقول لابننا لا ما تقولش ما تعملش. ما يفعله الاباء والاسره والمجتمع ينطبع على الطفل أكيد. يعني أنا عندي نقطة بكلم فيها، مثلا أقول نفسية الطفل بتساوي اتنين كبار. يعني الأب والأم لما يكون في تعامل ما بينهم أيا كان، تعامل مرن، تعامل في حدة، تعامل في يكون خارج نطاق الطفل، اللي يكون الطفل ده خارج يعني الحياة الخاصة بتاعت أب والأم. بابا وماما، جد وتيتا، خاله وعمه، دول بقى اللي هو المحيط اللي حواليه ده، المحيط ده اللي بيدي ايه بقى الدلع الزايد. بس ده بيبقى صعب، القسوه الزايده صعب ان احنا نفصل الطفل. مش هنفصل، احنا مش هنفصل. بس في ضوابط. الضوابط دي بستخدمها ازاي؟ ابدا ان انا اعرض ابني لمواقف معينه، لو في شيء معين بيحصل في الوقت ده اسحب ابني عن الموقف ده. تمام؟ في مشاجرات، في كلام ايا كان هو. طب ايه الطفل هو الاسفنجة بيمتص كل ده. اكيد في حالات عندك جات واتحسنت، كان عندها تاخر لغوي يعني وكان صعب جدا ان هي تتحسن، اتحسنت بعد فتره، ده فعلا موجود؟ والله انا كان عندي حالات، كان عندي طفل كان عنده مشكله في الكلام. عمره تجاوز الثلاث سنين. تمام؟ كان ثلاث سنين وثمان شهور ما كانش بيتكلم كلمة خالص، أصوات فقط. وكان كل تعبيراته كلها بالغضب، نوبات غضب، وإن هو الأمر لازم يتنفذ وقتي بناء على برضو قسوة من الأب والأم. تمام؟ وبرضو كان في جزء من الدلع، فكان الطفل عشان يعبر عن شيء لازم يصدر نوبات غضب، لازم يصر على الشيء. ده كان تشخيصه ايه؟ كان تأخر لغة ولا في حاجة تانية؟ كان تأخر لغة وفرط حركة. وكان تابع مع دكتور مخ وأعصاب، وكان بياخد علاج دوائي والكلام ده كله. احنا مالناش علاقة بالعلاج الدوائي، العلاج الدوائي ده مختصين الدكاترة والأساتذة الأطباء المختصين. نحن إلا برامج تأهيلية ننفذ برامج تربوية ونفسية مع الطفل، نعدل سلوكيات الطفل، نقوي مهارات الطفل، نتعامل بالمعاملة التربوية السليمة. بحيث ان انا ابدأ ادي نشأ كويس. لو في مشكلة كلينيكية ببدأ ان انا اخد اي امر كلينيكي ده احيله للطبيب المختص. فاحنا بنشتغل احنا كفريق عمل، لا غنى عن فريق العمل. فريق العمل فيه يعني طبيب بشري، في طبيب لو طفل محتاج علاج طبيعي. ورجعنا ليكم من الفاصل. شكرا جدا يا دكتور لكل المعلومات القيمة، ويمكن الوقت ما ساعدنيش ان احنا نقول اكتر. ان شاء الله هنتقابل في حلقة تانية. فرصة سعيدة. وكده تكون خلصت حلقتنا مع حلم جديد قدمناه وشاركناه استفدنا منه، ولان طفلك يهمنا فكان هو حلمنا وهدفنا ومحور حلقتنا النهاردة. نشوفكم على خير مع احلام تانية كتير.